السكر. مادة السكر فما كميات اللي قاعدين نوزعوا فيها يعني بتدخلات موجهة عن طريق معناها الإدارات الجهوية. الكميات معناها ما زلنا ما رجعناش للمستويات العادية في الفترة هذه، لكن قاعدين نقوموا بتدخلات معناها استثنائية بترويج خاصة كميات من السكر السائب مباشرة في الأحياء والمناطق الشعبية، وإن شاء الله معناها تباعا ترتفع الكميات هذه ويرجع النسق العادي للتزويد مع تكثيف الرقابة خاصة على الاستعمالات الغير شرعية للمادة هذه. لاحظنا برشا عمليات نتاع تلاعب، لاحظنا بعض معناها التجار ما يلتزموش حتى لو كان يتم تزويدهم بالمادة هذه ما يلتزموش بعرضها للمواطن، وديما معناها فما كل الممارسات غير قانونية كما البيع المشروط كما الترفيع في الأسعار. هذا قاعدين نتبعوا فيه من منظار رقابي، وان شاء الله نزيدوا نحسنوا اكثر في نسق تزويد السوق بالماده هذه ان شاء الله. نختم بربي في دقيقه اخرى سنخوها من التوقيت على زوز مواد يسالوا عليها التوانسه خاصه في الاحياء الشعبيه، زيت المدعم، زيت الحاكم، ما يعرف زيت الحاكم، ثم حوجه اخرى، ثم احساس يقول لك انه بدايه ازمه نتاع حليب بدا ينقص شويه، هل هذا صحيح ولا لا سي حسام الدين التوينتي؟ لا 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 حقيقة معناها هذايا ما فماش معناها الإشكاليات هذايا، قاعدين نتبعوا في المخزونات، قاعدين معناها نقوموا بكل الإجراءات لحسن تزويد السوق، المواد تقريبا معناها متوفرة باستثناء بعض الضغط على مادة السكر، مادة الزيت فما شحونات قاعدة توصل معناها تقريبا في حدود 6000 طن قاعدين معناها من فترة إلى أخرى يتم تزويد السوق بها، ما زلنا احنا تو نوزعوا في 6000 طن اللي معناها دخلت في شهر جويليا، وان شاء الله في شهر اوت فما معناها دفعه اخرى ب 6000 طن باش ينطلق توزيعها معناها في الفتره القادمه. ما فما حتى داعي للهفه، لان اللهفه هذيك هي اللي تزيد معناها تخلي معناها المواد ماهيش موجوده في السوق والا العرض نتاعها يرتبك. فما كل الاجراءات التعديليه معناها باش نقوموا بها لتوفير المواد هذه ان شاء الله. سياسة التسقيف هذه متاع الأسعار لتهرب على الواقع، معناها هل باش تواصلوا فيها كسياسة الدولة وسياسة وزارة التجارة وتنمية الصادرات؟ هو بالطبيعة في كل ما يكون فما معناها شطط في الأسعار احنا نقدروه نتبعوا نقيموا نتبعوا الكلفة نسقوا مع الهيكل العمومية مع الهيكل الفنية كما المجامع معناها المهنية ونتبعوا في كلفة المواد هذه. كل ما رينا اللي يكون فرق كبير بين الكلفة وأسعار البيع وما تكونش أسعار عادلة احنا هذه هي العنوان اللي نشتغلوا عليه، هي تكون الأسعار عادلة يعني من جهة تضمن مردودية معقولة للمنتج وللتاجر، ومن جهة أخرى تكون مقبولة عند المواطن إلا وباش ندخلوا معناها بالقانون المنافسة والأسعار ونفعلوا كل الصلاحيات القانونية المخولة لمزيد التحكم في نسق تطور الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.